النساء اللي في عزيبة باش نشوفوا الوثائق ديالهم ونشوفوا الرابور ديال المرأة اللي خصنا نساليو في هاد العاصمة لأن حنا وعدناهم نهار اثنين يكون عندنا الدخل. في ظل الحجر الصحي استقبلت عدد كثير من النساء في وضعية صعبة وفي وضعية البحث عن حلول ولا عن نصائح، وكذلك أنها كانت تتقلب على دعم يا إما نفسي ولا قانوني. العدد اللي استقبلته الجمعيات النسائية خلال الحجر كانت أرقام مهولة وخطيرة جدا ومضاعفة في مقارنة بالأيام العادية. جمعية تحدي المساواة والمواطنة كانت تستقبل مثلا في السنة 250 حالة 300 حالة، في 3 شهور ديال الحجر الصحي استقبلنا 700 حالة، واللي هي ماشي فقط عنف جسدي بل هي عنف جسدي، عنف قانوني، عنف نفسي، عنف اقتصادي، عنف جنسي، وكذلك عنف رقمي اللي تهو تسجل في إطار الحجر الصحي. إذن أرقام ما كناش نهائيا ننتظرها، واللي كانت ماشي فقط في المدن الكبرى بل سجلت كذلك في المدن الصغرى، في القرى النائية جدا اللي تواصلوا معنا ضحايا العنف واللي طلبوا منا يا إما دعم نفسي ولا دعم اجتماعي ولا كذلك النصيحة والإرشاد القانوني ولا كيفاش ممكن يوضعوا الشكايات ديالهم عن طريق المنصات الإلكترونية اللي وضعتها النيابات العامة على الصعيد الوطني. لقنا أن النسب كانت مرتفعة في إطار الحجر الصحي، والنساء كانوا تشتكيوا لأنهم كانوا تعانيوا الويلات، كانوا تعانيوا من الطرد الزوجية، كانوا تعانيوا من العنف الجسدي المبرح، ماشي فقط هو ضرب بسيط بل كان النساء اللي تحرقوا، النساء اللي ضربوا بالعصا، النساء اللي ضربوا بالكابل، النساء اللي جرى عليها الزوج هي والأطفال ديالها في نصاصات الليل وقت الفطور من بعد السحور إلى آخره. إذن هذه الحالات كلها اللي تسجلات اللي اشتكات عن طريق الهاتف ديال الجمعيات النسائية ولا اللي وضعت كذلك الشكايات عن برا المنصات الإلكترونية، كلها كانت تنتظر اي لحظه من اجل فتح باب ديال وضع الشكايات ديالهم من اجل طلاق للشقاق او طلاق للطلاق الاتفاقي ولا اي شكل من اشكال الطلاق. اذا النسبه اللي ارتفعت في الاونه الاخيره في الشكايات لوضع الطلاق مثلا نهار الاربعاء اليوم ولا نهار الاربعاء بالضبط اللي قالوا 1200 حاله، هي تنعتبرها انا عاديه جدا بل ممكن يسجلوا اكثر انطلاقا من الشكايات اللي جات للجمعيات النسائيه في اطار الحجر الصحي ديال 3 شهور، لان احنا كجمعيه 700 وجمعيات اخرى 700 1000 2000 الى اخره، وكل النساء كانوا تيطلبوا في ديك المرحله واش تفتح الباب ديال الطلاق ولا مازال. الحجر الصحي عرى على واقع مرير، عرى على واقع ما فيهش تواصل، علاقه زوجيه ما كاينش فيها تفاهم، علاقه زوجيه كانت فيها شقاق وخصام وما كانش يبان في الايام العاديه. لماذا؟ لان كان الزوج تيخرج تمشي للقهوه تيبارك مع صحابه تيلعب دامه تمشي للجرده تمشي عند الاصدقاء الى اخره، ما كانش حبيس البيت باش تجمعوا لداخل أربعة جدران. بان بالملموس ان حتى واحد ما قابل الاخر، بان بالملموس ان كاين نفور من هذه العلاقه. كذلك الجانب الاقتصادي هو فاقم العلاقه، فاقم تدهور العلاقه بين الزوجين. في الوقت اللي الزوجه كانت عامله بيت ولا كانت نادله ولا كانت خدامه في الحمام ولا دايره فراشه ولا خدامه في معمل الى اخره وجلسات، كذلك هو جلس. اذا كان مشكل اقتصادي هو لعب دور ديال انه يتمارس عليهم عنف، تمارس على ديك الزوجه عنف جسدي وعنف اقتصادي في الوقت اللي ولات يطالبها بالدراهم، في الوقت اللي ولات يطالبها باشياء اللي ما قادرش عليهم، في الوقت اللي ولات يرفضها انها تبقى معاه في داخل بيت الزوجيه. هو كيدو سيكولوج ممكن نترونسفيريها في الايميل باش نزيد الحاله اللي عند شي ما ونزيد واحد الحاله اخرين صافي. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.